مساء الخير عليكم مشاهدينا وعلى كل من يتابعنا من داخل أو خارج العراق، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. يا رب ينعاد عليكم بالخير والبركة وصحة وعافية على كل شعبنا العراقي وعلى كل الأمة الإسلامية. أكيد اليوم حنبدي ياكم حلقة جديدة من بات لايف للمشاركة بالبرنامج من خلال أرقام هواتفنا اللي دائما تظهر أسفل الشاشة. طبعا حلقة البارحة كانت كلش حلوة، وتقريبا ثلاث متصلين ربحوا ويانا، شخصين اثنين ربحوا ويانا على 200 دولار، وأكو شخص تقريبا من سيف ربح ويانا ب 400 دولار. نتمنى حلقة اليوم كل متصل يكون رابح ويانا وماكو أي خسارة على بركة الله. وناخذ أول اتصال ويانا. مريم من بغداد، مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم. رمضان كريم أجمعين علينا وعليكم يا رب. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير حبيبتي. شلونك؟ شلونك برمضان؟ الحمد لله زينين. شلونك بالبات؟ يعني زوينة؟ زوينة. أول مرة تتصلين علينا؟ أي أول مرة. إن شاء الله يا رب مو آخر مرة، وإن شاء الله يا رب أيضا تربحين ويانا. أكو أحد يمك؟ بس والدي. بس والدك، تحياتنا إله. حبيبتي أهلا وسهلا. يلا خليه يساعدك. هو شلونه بالأمثال؟ زين. زين شلونه بالبات؟ لا زين. أكيد هو كان يلعب. أكيد كان يلعب بات. أكيد هاي أكيد. زين مساء، أنت شلونك بالبات؟ كنت تربح؟ كنت تجيب البات؟ شلون كان وضعه؟ كان تجيب البات. تربح؟ إي يربح. عفي عليه، لعد اليوم خليه يساعدك. أنت بس مجرد تحكين ويانا وخل هو يساعدك لعد. إن شاء الله. إن شاء الله، يلا خلينا نشوف المثل شو يقول. المثل يقول مثل الأعمى بالسينما. مثل أعمى بالسينما. كلمة مثل صحيحة، بس كلمتين الاثنين الباقين هي خطأ، ولازم تقولين الكلمات الصحيحة. مثل الأطرش. مثل الأطرش بالذات. عافية عليك، الإجابة صحيحة. عبرت وده أقول إنه هو المثل، إنه هو المثل ذيكي. بالضبط، هو المثل يعني كان ببالي صحيح. أكيد إحنا لازم نخربطكم. لازم يا أما نقوله بشكل خاطئ أو مخربط وأنتم ترتبوا. يلا ظهر امامك على الشاشه رصيدك اللي هو 500 دولار، وعندك ثلاث وسائل مساعده. كل ما تستخدمين وسيله مساعده رصيدك راح ينقص 100 دولار، وبالمقابل راح تنفتح عظمه من العظمات الثمانيه امامك. هذا هو البات. مستعده نبيته سوا؟ اوكي يلا خلينا ننزل الستاره حتى نبيت البات. ونقول بات. بات؟ نعم. نفتح عظمة رقم 3. متأكدة؟ إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم 3، وهذه أول عظمة وإن شاء الله تطلع فارغة بسم الله. عفية عليك. نفتح عظمة رقم 6. متأكدة؟ متأكدة. يلا نفتح عظمة رقم 6 وإن شاء الله يا رب يطلع فارغ. عافية عليك. تلعبين وخش تلعبين. بقيت مع الإيد اليمنى واليسرى والواحد والاثنين والأربعة والخمسة. زين آخذ وسيلة مساعدة. نستخدم أول وسيلة مساعدة. رصيدك صار 400 والعظمة انفتحت إليك هي إيدي اليمنى. أوكي. اخذ وسيله مساعده ثانيه. يلا نستخدم ثاني وسيله مساعده. رصيدك صار 300 والعظمه انفتحت لك هي ايدي اليسرى. بابا قال فتحيها الايد. قلت اخذ وسيله مساعده. يلا الحمد لله ماكو مشكله. بقت لك اربع عظمات فقط مال الكمبيوتر، هي الواحد والاثنين والاربعه والخمسه. نفتح رقم 5. متأكدة؟ يا الله. يلا نفتح عظمة رقم 5 وإن شاء الله يا رب تطلع فارغة. للأسف طلع البات بعظمة رقم 5. حرام. منو قال لك؟
انت يعني حليتيها يعني لو الوالد؟ لا اني للاسف. اعتذر منك وشاكره اتصالك. توعديني انه ترجعين تتصلين بينا مره ثانيه، وان شاء الله يا رب تربحين ويانا بالحلقات القادمه. شاكره اتصالك، مع السلامه. نستقبل اتصال اخر. انتظار من الناصريه، مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. رمضان كريم علينا وعليكم. اسمك انتظار، ما ظلتي يعني منتظره على الاتصال هوايه؟ لا لا عادي. حلو، شلونش بالبات؟ والله شاركت في السنه راحت وما حجت وياكم. السنة السابقة شاركتي بس للأسف ما ربحتي ويانا، وإن شاء الله يا رب اليوم تربحين ويانا. شلونك في البات أنت بصورة عامة؟ والله ما لاعبين. زين كنت تلعبين أنت ويا الأهل ويا خواتك صديقاتك الأقارب، كنت تلعبين بات يعني برمضان السابق؟ لا والله ما نلعب. ما تلعبين؟ انتظر أكو أحد يمك؟ إي يمي. منو يمك؟ كم نفر تقريبا؟ يم عمتي ومالت حماي. نفرين يمك وانت الثالثة. ايه. تحياتنا لكم، شلونكم؟ رمضان كريم. علينا وعليكم، الله يسلمك. كل عام وانت بخير. الله يسلمك يا عيني من العايدين. شكرا لك خالة. انت والدتها؟ الانتظار؟ عمتها. عمتها ومزوجها. ومزوجها، تحياتنا لكم. رحم الله والديك، يخليك الله. اليوم شنو اريد؟ حماس وتشجيع الانتظار، حتى ان شاء الله يا رب تربح ويانا. ان شاء الله ان شاء الله. يلا مستعدين نشوف المثل؟ اي جاهزين. المثل يقول اللي مشلع ضرسه يحرك نفسه. شنو عيدي؟ اللي مشلع ضرسه يحرك نفسه. اللي يشبع ضرسه يبقى نفسه. عفية عليك، الإجابة صحيحة. عفية عليك يا انتظار، الإجابة كانت صحيحة، عبرتي مرحلة المثل. هسه حنبيت البات. رصيدك بالبداية هو 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعدة. انتظار، هذا هو البات بإيدي، مستعدة نبيته؟ إن شاء الله. يلا خلينا تنزل الستارة حتى نبيت البات. يا الله. ونقول بات. نفتح رقم واحد. نفتح عظمة رقم واحد، متأكدة؟ متأكدة. يلا نفتح عظمة رقم واحد وإن شاء الله يا رب تطلع فارغة. بسم الله. للاسف يا انتظار طلع البات بعظمه رقم واحد، بحيث انا انصدمت. باول عظمه بس للاسف طلع بيها البات. اعتذر منك يا انتظار وشاكره اتصالك، كنت اتمنى انك تربحين ويانا بس للاسف باول عظمه فتحتيها طلع بيها البات. نتمنى انه ترجعين تتصلين بينا مره ثانيه، وان شاء الله يا رب تربحين بالحلقات القادمه. تحياتنا لك وللاهل، مع السلامه. نستقبل اتصال اخر. مروة من الموصل، مساء الخير. مساء النور، حلا عيني. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. علينا وعليكم ان شاء الله بالخير يا رب. شلونك مروة؟ الحمد لله، خمس مرات الحمد لله. مروة تلعبين رياضة؟ دي احسش فحطانة. تقريبا مع اولادي لان وياي يشجعوني. منو اللي اجى يمك؟ اولادي. اولادك، كم ولد عندك تقريبا؟ ثلاثة. الله يحفظهم ويخليهم لك ان شاء الله يا رب. الله يخليك، الله يخليك، الله يحفظك. شلونك بالبات؟ الحمد لله يعني نوعا ما مالية. مروه يمكن دا احس كنت تركضين ورا اولادك؟ تقريبا. تقريبا كنت تركضين وراهم؟ ايه دا يمي دا اخاف عليهم وشكلهم يمي، هسه خليتهم. يلا قاعديهم يمك؟ حتى اسمع صوتهم من يشجعوك؟ ان شاء الله هسه قاعدكم يمي. دي يسمعوني هم ولا لا؟ ايه تقريبا يعني دي واحد الكبير السن يسمعني. اي يسمعكي. شلونك؟ كبير بالسن، شلونك؟ عمرانة شلونك تقول؟
يضحك يقول مليح. حبيبي الله يخليه ويحفظه لك ان شاء الله يا رب. الله يخليك عيني حافظك. شلونك بالبات؟ يعني زين. زينة؟ ايه. أول مرة تلعبين ويانا؟ أول مرة إن شاء الله يا رب مو آخر مرة، وإن شاء الله يا رب أيضا تربحين ويانا. تقريبا مروا أنت ثالث اتصال بالحلقة، وإن شاء الله تربحين ويانا، لأن المتصلين الاثنين اللي قبلك للأسف ما ربحوا ويانا. إن شاء الله. فإن شاء الله اليوم تربحين. شكرا لك. يلا مستعدة نشوف المثل؟ إن شاء الله. خلينا نشوف المثل شو يقول. المثل يقول غالي وذهب رخيص. غالي الطلب، غالي الذهب والطلب رخيص. عافية عليك، الإجابة صحيحة، عبرتي مرحلة المثل. هسه حنبيت البات. رصيدك بالبداية هو 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعدة. مستعدة نبيت البات؟ إن شاء الله. يلا خد تنزل الستارة حتى نبيت البات. بسم الله. ونقول بات. تسمعيني؟ كيف اسمع؟ ها انت تفكرين. يلا اوكي براحتك. اطق رقم عظمه رقم 5. نبلش بعظمه رقم 5؟ ايه. متأكدة؟ نسحب هاي وسيلة مساعدة؟ براحتك. ايه نستخدم وسيلة مساعدة؟ نستخدم أول وسيلة مساعدة. رصيدك صار 400 والعظمة حتنفتح لك هي إيدي اليمنى. نستخدم عظمة رقم 3 نفتحها؟ متأكدة؟ يعني إن شاء الله متأكدة. يلا نفتح عظمة رقم 3 وان شاء الله يا رب تطلع فارغة. بسم الله. عافية عليك، تلعبين وحش تلعبين. نفتح عظمة رقم 1. متأكدة؟ نستخدم مساعدة؟ براحتك. خلينا نستخدم. نستخدم ثاني وسيلة مساعدة. رصيدك صار 300 والعظمة انفتحت لك هي ايدي اليسرى. نفتح رقم عظمة رقم 6. بقت لك عظمة رقم 1 والاثنين والأربعة والخمسة والستة. نفتح عظمة رقم 6. نفتحها أكيد؟ إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم 6 وإن شاء الله يا رب تطلع فارغة. عافية عليك، تلعبين وخذي تلعبين. عظمة رقم 6 طلعت فارغة، ممتاز. بقت لك أربع عظمات، الواحد والاثنين والأربعة والخمسة ووسيلة مساعدة واحدة فقط. نفتح عظمة رقم 4. متأكدة؟ إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم 4 وإن شاء الله يا رب تطلع فارغة. بسم الله. عافية عليك، تلعبين وخش تلعبين. وعظمة رقم 4 طلعت فارغة. مروة بقت لك ثلاث عظمات، الواحد والاثنين والخمسة ووسيلة مساعدة واحدة فقط، هسه تقدرين تستخدميها. نستخدم وسيلة مساعدة؟ نعم. يلا نستخدم ثالث واخر وسيلة مساعدة. رصيدك صار 200 والعظمة حتنفتح لك هي عظمة رقم 5. بقت لك عظمتين، الواحد والاثنين، ورصيدك هو 200 دولار، ولازم تقولي منين نجيب البات. جيب البات من عظمة رقم 2. جيب البات. متأكدة؟ جواب نهائي؟ ما يصير تظلين شاكة، لازم تعطيني جواب نهائي. إن شاء الله ناخذها من عظمة رقم 2. متأكدة؟ يعني ما أعرف رقم 2 ولا رقم 1. والله صدق هي حيرة، الله يساعدك. ناخذ العظمة من رقم 1. متأكدة نجيب البات من عظمة رقم 1؟ لأنه بسرعة بدلتي. متأكدة؟ أسد أسأل أولادي شوفوا شوفوا. يلا سأليهم. واحد لاثنين. لا إن شاء الله من عظمة رقم 2. كلهم يعني ثلاثتهم قالوا من عظمة رقم 2 نجيب البات؟ إيه دقوا من رقم 2 العظمة. ثلاثتهم قالوا؟ إيه إن شاء الله. نثبت يعني على عظمة رقم 2. ان
ان شاء الله. يلا نجيب البات من العظمه رقم 2. رقم 2. عافيه عليك. عافيه عليك وربحت ويانا 200 دولار، مروه الحكي بيناتنا الحمد لله انه سالتي الاولاد. تسلمين. كان اللاصت. هو اخذ رايهم. الحمد لله والشكر ومبروك ربحتي ويانا اليوم وحضرتك اول متصل يربح ويانا وان شاء الله يا رب مو اخر متصل، مبروك الك، تحياتنا الك ولاولادك، مع السلامه. نستقبل اتصال اخر. سهر. سحر. سحر. من الموصل. هلا وعين، شلونك؟ انا زينه، انت شلونكم؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شلون السحر؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي، طبعا من اشد المعجبين بحضرتك ثاني. شكرا لك على راسي، تسلمين. حبيبتي. شلونك بالبات؟ والله ان شاء الله. المتصله اللي قبلك ربحت ويانا الحمد لله. يلا ان شاء الله انا. ونتمنى انه اليوم انت هم تربحين ويانا. ان شاء الله. شلونك بالبات؟ بصوره عامه يعني كنت تلعبين ويا الاهل ويا الخوات ويا الاصدقاء؟ العب ويا الاهل يعني مرات هالشكل ومرات هالشكل يعني مو دائما. كنت تربحين؟ ان شاء الله اي. كنت تجيبيني يعني البات من كنت تلعبين ويا الاهل؟ اي اي مرات. والله عافيه على التباعيه. اي عجيب. حلو، شلونك بالامثال؟ شلون؟ بالامثال شلونك؟ والله الامثال يعني نص نص حسب المثل، اذا صعب تفكر فيه. وإذا سهل بسرعة تحلي أكيد. أكيد إن شاء الله. يلا خلينا نشوف المثل شو يقول وإن شاء الله يا رب يطلع سهل. المثل يقول نغم من غير عازف. شلون؟ نغم من غير عازف. المثل هو غلط، لازم تقوليه بشكل صحيح. نغم من غير أي عازف؟ صعب. الغنم اسد احله لك يعني، بس انت لازم تكملين، مو كله انا احله. تمام. غنم من غير عاده. بدا الكلمات. غنم من غير اخير كلمه، بس اقريلي، بس عيدي لي مثل مره ثانيه يعني هو مخربط. ها زين، هذا المثل اللي هسه دا اقوله إلش ما تعرفيه؟ غنم من غير عازف. لا لا عازف ما عليك بيها. اها. غنم من غير اي راعي. اي منو اللي عافي عليك. الاجابه صحيحه الحمد لله يا سحار، عبرتي مرحله المثل. هسه حنبيت البات، رصيدك هو 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعده. تمام. مستعدة؟ هذا هو البات بإيدي، خلي يظهر على الشاشة رصيدك أول شيء نشوفه. والبات هذا هو بإيدي، خد تنزل الستارة حتى نبيت البات. بسم الله. ونقول شو نقول يا سحار؟ بات. بات، عافية عليك. يلا عندك ست عظمات مال الكمبيوتر وايدي اليمنى واليسرى. بس انت يا شويه ساعديني. انا اذا بايدي اقدر اساعدك. اي اعرف والله. اي. بس مو انه هسه ايدي يعني فارغات فتقدرين انه يعني. اها. اي يلا. انطق عظمه رقم 1. يا الله. نفتح عظمة رقم 1، متأكدة؟ اي. يلا نفتح عظمة رقم 1. عافية عليك، تلعبين وخوش تلعبين. عظمة رقم 1 طلعت فارغة. انطق ايدك اليسار. متأكدة؟ انت شو تقولين؟ اي اي انطقها. تمام انطقها. عافية عليك. تلعبين وخوش تلعبين وايدي اليسرى طلعت فارغة. وسيلة مساعدة. نستخدم أول وسيلة مساعدة، رصيدك صار 400 والعظمة اللي فتحت إليك هي إيدي اليمنى. أها ليش إيدك ليش؟
انطق عظمه رقم 2. متاكده؟ والله ان شاء الله، لان قبل شويه طلعت البنش اللي قبلي طلع برقم 2. فنفتحها؟ ان شاء الله. يلا نفتح عظمه رقم 2 وان شاء الله يا رب تطلع يا رب يا فارغه رب. بسم الله. عافية عليك تلعبين وخش تلعبين. وعظمه رقم 2 طلعت فارغه. بقى عندي 3 4 5 6. نعم. نستخدم وسيلة مساعدة ثانية. نستخدم ثاني وسيلة مساعدة. رصيدك صار 300 والعظمة حتنفتح لك، هي عظمة رقم 6. 6. ساعديني شوية. أنا ساعدتك من أول ما اتصلتي، قلت لك إيدي فارغة، اليمنى واليسرى. معناته انه ايدي فارغه والبات هو بالعظمه من عظمات الكمبيوتر، معناته انه انا ما اعرف. صح. والله بنفسي بودي اساعدكم واربحكم كلكم والله. حبيبتي. والله حريت. هسه عندي وسيله مساعده ثانيه صح؟ بس واحده بقت لك. اها. استخدم وسيله مساعده الثانيه. يلا نستخدم اخر وسيله مساعده. رصيدك صار 200 والعظمه حتنفتح لك، هي عظمه رقم 3. بقت لك عظمتين، الاربعه والخمسه، ورصيدك هو 200 دولار، ولازم تقولين منين نجيب البات. جيب البات جيبه. الاربعه والخمسه. اوه والله حيره. كلش حيره. زين بخي يغششوك شويه. ما مستحيل يغششوني لان يعرفون، بس يغششوني اني هم حتى المخرج ما يعرف وين. فقط الكمبيوتر. هو زوجي شاك برقم 5 واني شاكه برقم 4. هو دعزه اللي 5 وانا اقول له لا 4. حيره صدق، يعني انه كل واحد شاك بعظمه. زين نقول من رقم 5. متاكده؟ والله ما ادري. اه يا سحر الموضوع كلش حلو. يلا ان شاء الله من رقم 5 راح اخليها بحط كفوشه. كل ما اتصليني وهي كفوشه. يلا نجيب البات من عظمه رقم 5. متاكده؟ ان شاء الله يا رب يا رب. قول نجيب البات من عظمه رقم 5. اوكي نجيب البات من عظمه رقم 5. يلا نجيب البات من عظمه رقم 5. يا الله وان شاء الله يا رب يطلع فيها البات. عافيه عليك يا سحر. شكرا شكرا. عافيه عليك تلعبين وخوش تلعبين، كلش فرحت اليك. الحمد لله والشكر انه ربحتي ويانا وحضرتك ثاني متصل يربح ويانا. الحمد لله والشكر. حبيبتي حظك حلو، حظ كفوشة حلو ها؟ للأسف راحت. مبروك إلك يا سحر، ربحتي ويانا بمبلغ 200 دولار الحمد لله. شاكرة اتصالك، مع السلامة. للمشاركة بالبرنامج مشاهدينا من خلال أرقام هواتفنا اللي دائما تظهر أسفل الشاشة. نستقبل اتصال آخر. الحمد لله إنه سحر ثاني متصل يربح ويانا بمبلغ 200 دولار الحمد لله، ونتمنى هسه بقيه المتصلين ما بعد سحر ايضا يربحون ويانا. هي الفكره كلش سهله، بس يراد لها شويه تركيز وهدوء، واهم شيء يكون احد يمك حتى يقدر شويه يساعدك، لانه ما تبقى وحدك شويه راح تتوتر ويبدي الخوف عليك وراح تخربط بالموضوع، لانه البات بالكمبيوتر يكون اصعب من ما يكون المحبس الحقيقي، لانه اللغه الجسد راح تعرف من خلاله انه وين البات، بيا شخص او بيا عظمه. نستقبل اتصال اخر. وليد من بابل، مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم. علينا وعليكم. شلونك وليد؟ كل عام انت بخير. انت بخير وعافيه. شلونك برمضان؟ والله زين رمضان. شلون اجواء يمك؟ والله الاجواء تخبل. الحمد لله والشكر. لما بالبيت وهاي موضوع الحظر صادنا اكثر شيء. وبما انه ملتمين الاهل بالبيت تتلعبون بات؟ اكيد لا والله مسلسلات ما اخذتنا.
هي حالاتها ورا الفطور. ايوه البات حتى واحد يكون بحاله، لهذا السبب انه احنا ورا الفطور بدنا نعرض بات لايف حتى واحد يركز من يخابرنا. شباب التسجيل يعني مكمل عبد. نعم؟ الشباب احنا يعني بالبيت بدنا نكمل عبد. وكنت تربح عاد وليد؟ والله شوف بعد حظك. ان شاء الله، شلونك بالامثال؟ والله زين. ان شاء الله يا رب دوم زين. خليه نشوف المثل شو يقول الوليد. المثل يقول الكحلة ما تعلى على الحاجب. العين ما تعلى على الحاجب. عفي عليك، الإجابة صحيحة، عبرت مرحلة المثل وبسهولة أيضا. المثل كان سهل ها. السحن بيت البات، رصيدك هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعدة. هذا هو البات يا وليد. مستعد نبيت سوا؟ يلا يلا خد تنزل الستارة حتى نبيت البات. بسم الله. ونقول بات. بات يا الله. يا الله. عندي 3 وسائل مساعدة؟ نعم. انطق رقم 6. متأكد؟ ايه. جواب نهائي؟ والله جواب نهائي. يلا نفتح عالمة رقم 6 وإن شاء الله يا رب تطلع فارغة. عافية عليك، تلعب وخوش تلعب، وعظمة رقم 6 طلعت فارغة. شوف الله يديك. سوف يديك. خايف من ايدي؟ ايوه. إذا شاك أو خايف ما تقدر تغير أو تقدر تستخدم وسيلة مساعدة. وسيلة مساعدة. تستخدم أول وسيلة مساعدة؟ أيوه. يلا نستخدم أول وسيلة مساعدة، رصيدك صار 400 والعظمة حتنفتح لك، هي عظمة رقم 1. بقت لك ايدي اليمنى واليسرى والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة ووسيلتين مساعدة. بعد وسيلة مساعدة. يلا نستخدم ثاني وسيلة مساعدة، رصيدك صار 300 والعظمة انفتحت لك، هي ايدي اليسرى. هاي خلصنا من واحدة خايفين من هذا. اي. زين نفتح الثلاث. متأكد؟ اي. جواب نهائي؟ نقول يا الله خذ. يا عظمة. لا. متأكد؟ إيه نقول يا الله ونفتح. يلا نفتح عظمة رقم 3 وإن شاء الله يا رب تطلع فارغ. عافية عليك، تلعب وخش تلعب، وعظمة رقم 3 طلعت فارغة. فقط لك إيدي اليمنى والاثنين والأربعة والخمسة ووسيلة مساعدة واحدة فقط هسه تقدر تستخدمها. زين. والبعد؟ يعني بعد اللي لازم افتح اثنين ينقص من وسائل المساعده صح؟ شلون وليد ما فهمت عليك العفو؟ يعني نفتح يعني اذا فتحنا اثنين بعد ما في وسائل مساعده. بالضبط، اذا هسه تفتح عظمتين بعد ما تقدر تستخدم وسيله مساعده، لازم تقول منين نجيب البات. يعني عندي مشكله بالارقام الفرديه. يعني نخلص من الخمسه قصدك؟ متاكد؟ يلا نفتح عظمة رقم 5 وان شاء الله يا رب تطلع فارغة. عافية عليك، تلعب وخوش تلعب، وعظمة رقم 5 طلعت فارغة. بقت لك 3 عظمات، الاثنين والاربعة وايدي اليمنى ووسيلة مساعدة واحدة. وسيلة مساعدة اريد. نستخدم ثالث واخر وسيلة مساعدة، رصيدك صار 200 والعظمة حتنفتح لك، هي عظمة رقم الاربعة. نعم. هنا بدا اللعب الحقيقي، لازم هسه تقول منين نجيب البات، من ايدي اليمنى لو من عظمه رقم 2. خليني اشوف ايدي. والله انا اقول بايدك. شلون عرفت بايدي؟ ايدك. شلون عرفت؟ ايدك تخوف، ايدك تخوف. ايدك تخوف. اذا طلع مو بايدي شلون؟ ادوى ايدك. شكرا لك. أنا أقول بيدك. وأنا هم أقول صحيح. الله شوف حظي. يعني نجيب البات من إيدي اليمنى؟ نجيب البات. عافية عليك. يا وليد. إجابتك صحيحة وطلع البات هو بإيدي اليمنى، مبروك عليك، ربحت ويانا مبلغ 200 دولار، حضرتك ثالث متصل يربح ويانا بالحلقة، مبروك إلك يا وليد وشاكرة اتصالك.
والحمد لله انه قدرت تجيبه من ايدي اليمنى، لانه اغلب المتصلين ما يشكون مرات يكون بايدي، بس مرات تصدف ويكون البات بايدي. مبروك لك وشاكرة اتصالك، مع السلامة. عندنا اتصال اخر، هدى من الناصرية. مساء الخير. مساء النور. شلونك هدى؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبتي. شلون هاي اجواء بالناصرية؟ تمام الحمد لله. حلو. الحمد لله والشكر، ان شاء الله يا رب دائما زينين. هدى المتصل اللي قبلك الحمد لله وليد ربح ويانا اليوم، وانت بعد وليد مباشرة، فنتمنى انه تربحين ويانا ان شاء الله. بس والله عندي حظ يعني. لا ليش تقولين هيجي؟ قولي حظي حلو. يلا ان شاء الله وياكم اليوم راح نفوز. يلا عادي قولي حظي حلو حتى تلقائيا يعني يصير حظك حلو، لا تتشائمين. ان شاء الله. دائما ارجوك متفائله. متفقين؟ متفقين. يلا شلونك بالامثال؟ والله مو زينه بس عادي ان شاء الله. ليش هيجي هدى؟ كل ما اسالك تقولي لي مو زينه. بس والله بالامثال كلش مو زينه، بس يلا يم اختي وابوي وكل عاش يمي. كم نفر يمك؟ يمكن 10 أنفار 11 يعني هوايه. ما شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. شلونكم؟ كل عام بخير، رمضان كريم. علينا وعليكم على الجميع ان شاء الله يا رب. شكرا لكم، الله يحفظكم ان شاء الله يا رب ويخليكم البعض. يلا مستعدين نشوف المثل؟ مستعدين. يلا خلينا نشوف المثل شو يقول. المثل يقول الغايب فلوسه وياه. الغايب ادراويه. عافيه عليك الاجابه صحيحه. عافيه عبرتي مرحله المثل. هسه حنبيت البات رصيدك هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعده، وكل ما تستخدمين وسيلة مساعدة بالمقابلة راح تنفتح عظمة من العظمات الثمانية اللي راح تظهر أمامك. هذا هو البات بإيدي يا هدى. مستعدة نبيته سوا؟ مستعدة. يلا خد تنزل الستارة حتى نبيت البات. ماشي. ونقول بات. عافية. يا الله يا الله يا الله. نبدي بإيدك اليمنى. متأكدة؟ متأكدة. عافية عليك، وإيدي اليمنى طلعت فارغة، ممتاز. الحمد لله. نبدي بإيدك اليسرى. هم نفتحها؟ خايفة. لا تخافين، هم نفتحها؟ نفتحها. عافية عليك، وإيدي اليسرى أيضاً طلعت فارغة، يعني صفقت إليك يا هدى، لا اليمنى ولا اليسرى بيهم البات. فقدت لك 6 عظمات مال الكمبيوتر وعندك 3 وسائل مساعدة. نفتح عظمة رقم 1. متأكدة؟ خايفة يا الله. يلا نفتح عظمة رقم 1 وإن شاء الله يا رب تطلع فارغة. بسم الله. يلا عظمة رقم 1. عافية عليك، تلعبين وخوش تلعبين. الحمد لله. وسيلة مساعدة نستخدم أول وسيلة مساعدة، رصيدك صار 400 والعظمة حتنفتح لك هي عظمة رقم 3. وسيلة مساعدة ثانية نستخدم ثاني وسيلة مساعدة، رصيدك صار 300 والعظمة حتنفتح لك هي عظمة رقم 5. بقت لك 3 عظمات ووسيلة مساعدة واحدة فقط. اي وسيلة مساعدة واحدة فقط تقدرين تستخدميها، والعظمات هي 2 و4 و6. ناخذ وسيلة مساعدة الثالثة الأخيرة. يلا نستخدم ثالث وآخر وسيلة مساعدة الهدى، رصيدك صار 200 والعظمة حتنفتح لك هي عظمة رقم 6. بقت لك عظمتين، 2 و4. لازم تقولين هسه منين نجيب البات. يا الله اثنيناتي زوجيات. اي تخيلي. جيب البات جيبه. يا الله. 4 وعظمة رقم 2 مو؟ نعم. 4. يلا انت تقولي. كل احنا نقول 4 ويا الكل يقول بالأربعة. ماما بيبي خلاص 4 ويا الله. يا الله نقول 4 يعني نجيب البات مع عظمة رقم 4. يلا يا الله. يلا ان شاء الله يطلع بها البات. يلا خلينا نشوف ونجيب البات من عظمة رقم 4 الهدى. يا الله وان شاء الله يا رب يطلع بها البات. طلع البات ماما للاسف يا هدى، طلع البات بعظمة رقم 2.
يلا عادي، اهم شيء مشاركة. شكرا لك يا هدى، واعتذر منك كل شكواتك، اتمنى انه تربحين ويانا بس للاسف خسرتي ويانا. اعتذر منك وشاكره اتصالك، مع السلامه. للاسف هدى خسرت ويانا اليوم، بس نتمنى انه ترجع تتصل بينا مره ثانيه ويحالفها الحظ وتربح ويانا بالحلقات القادمه. بس الحمد لله انه تقريبا 3 متصلين ربحوا ويانا، كانت الحلقه كلش حلوه وبيها حماس، واهم شيء 3 فائزين ربحوا ويانا. اتمنى انه بقيه المتصلين ايضا يربحون ويانا، وايضا بقيه الحلقات كل متصل يربح ويانا، ماكو اي خساره نتمنى يعني. بس مثل ما قلت لكم انه هي شويه رادلها تركيز وهدوء، ولازم على كيف نفتح العظمات، ولازم ما نستعجل، لان كل ما يكون الموضوع مستعجل راح نخاف ونتردد، وبالمقابل انه راح نخسر. طبعا ارقام هواتفنا ظاهره اسفل الشاشه للمشاركه، اكيد راح تقدرون تتصلون على الرقمين الظاهرين امامكم على الشاشه. عندنا اتصال اخر، حسنين من البصرة، مساء الخير. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله. شلونك حسنين؟ الله يسلمك يا حبيبي، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير ان شاء الله. شلونك برمضان؟ والله الحمد لله بخير. شلونهم اهلنا بالبصرة؟ والله كلهم بخير. الحمد لله وشكر، ان شاء الله يا رب دائما بخير. زين، الاجواء الرمضانيه هناك شلونها؟ اكيد بعد الفطور ما تطلعون صح؟ ايه طبعا بعد حضرت جوال. كلكم بالبيت؟ اي والله شو يعني انتم مع حمله خليك بالبيت؟ لازم بعد، اذا ماني اذا هذا يطلع وذاك يطلع، هذا الفيروس تعال انتشر وراحت الناس. عاشت ايديكم، هذا اهم شيء يعني، وان شاء الله على العيد نخلص من هذا الوباء ونرجع نعيد مثل قبل واحسن ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. شلونك بالبات؟ والله زين. بالامثال شلونك؟ الامثال هم زين. ان شاء الله يا رب دائما زين. نستعد نشوف المثل؟ يلا ان شاء الله. يلا خلينا نشوف المثل شو يقول، وان شاء الله يطلع المثل سهل. يلا السؤال يقول تفصال ولبس. لحظة عيني صوتك مو واضح، شنو؟ المثل يقول تفصال ولبس. تفصال ولبس؟ تفصال ولبس، اي يعني شنو؟ اعطيك مثل عيل شنو؟ شوف هنا كلمتين خاطئه، بس اكو كلمتين صحيحه بمكان هذا المثل، شنو برايك؟ تفصال ولبس، اي غسل ولبس. اي لا، ولا طلعت الكلمه الثانيه صحيحه؟ لا لا، غسل ولبس قصدي يعني. اي الكلمة الثانية بالمثل طلعت صحيحة، بس أول كلمة كانت خطأ ولازم نقول المثل بشكل صحيح. فالمهم إنه عبرنا مرحلة المثل، عافية عليك. هسه حنبيت البات، رصيدك بالبداية هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعدة. هذا هو البات بإيدي، مستعد نبيته سوا؟ يلا يلا خلينا تنزل الستارة حتى نبيت البات. بسم الله ونقول بات. شو نقول يا حسنين؟ بات. عافية عليك، يلا ونقول بات. عندك 6 عظمات مال الكمبيوتر، وايدي اليمنى واليسرى، وثلاث وسائل مساعدة. يلا ابلش هسه؟ يلا تبلش اكيد. نضرب العظم رقم 1. نفتح عظمة رقم 1، متأكد؟ ايه. يلا نفتح عظمة رقم 1 وان شاء الله يا رب يطلع فارغ. يا الله عفية عليك، تلعب وخوش تلعب، وعظمة رقم 1 طلعت فارغة، ممتاز يا الله. نضرب عظمة رقم 5. نفتح عظمة رقم 5، متأكد؟ نعم. متأكد نفتح عظمة رقم 5؟ نعم تخيل. يلا نفتح عظمة رقم 5 وإن شاء الله يا رب تطلع فارغة. يا الله للأسف طلع بيها البات يا حسنين. للاسف يعني كل عقلي قهرت، لانه من ثاني عظمه خسرت ويانا للاسف، واعتذر منك وشاكره اتصالك. مع السلامه. كنت اتمنى ان حسنين يربح ويانا بس للاسف.
طبعا مشاهدينا حسنين كان اخر متصل بالحلقه، مبروك لكل شخص ربح ويانا وكل شخص ما ربح ويانا اكيد ان شاء الله يرجع يتصل بينا مره ثانيه ويحالف الحظ يربح ويانا بالحلقات القادمه. نتمنى انه استمتعتوا ويانا بالمشاهده، انتظرونا باكر بنفس الوقت. مع السلامه.